علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وافتح علينا فتوح العارفين بالله يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الصعب سهلا فسهل علينا يا أرحم الراحمين. كنا قد توقفنا في قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. ترتيب استسقى أهل التقليل والإمالة. نعم. مع موسى. نعم. مشربهم الميم الساكنة أهل الصلة. نعم. الأرض ورش وحمزة يعني حمزة واقف لكن قولوا ورش معلش ورش. نعم. اي نعم. حتى لو أنه واقف الوجه الثاني لحالي ورشة وجه التقليد ورش ايه نقولوا ورش ماشي لكن بالنسبة لحمزة متوقف يعني على السكت لأن حمزة قاعد متوقف في الإمالة. أيوة. لكن ورش يعني مشى إلى أن وصل إلى كلمة الأرض لأنه ماشي بالوجه الأول. أيوة. نعم. إذا وقفنا على مشربهم طبعا يوافقه ابن كثير وأبو جعفر. توقفت عليها أنت. وقفت عليها. أبقى ذهب. اللي ذهب مع الإمام قالون ابن كثير وابن عامر لأنها ما فيهاش منفصل. نعم. وعاصم وأبو عمر نعم. ويعقوب عمر ما موسى شيخ. لا أبو عمر أي صح 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 لا يعقوب يعني نعم. يعني ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. هؤلاء الذين ذهبوا مع الإمام قالوا. نعم. ورش. نعم. بفتح ذوات الياء. لا جيبوا ورش. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تمام. جيبوا له التقليل. وإذ لا مش هو نجيبوا التقليل نجيبوا أبا عمر قبل. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تمام. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب الشيخ. أنا لو وصلنا
كل أناس مشربهم كلوا وجبنا الصلة. إذا كنا جبنا ابن كثير وجعفر والصلة لقالون قبل ورش طبعا. لا قبل ورش في التقليد قبل ورش في التقليد أيوة، لكن مش قبل ورش في الـ في الـ في في النقل، لأنه هو قريب النقل أول مرة بالفتح والنقل. أيوة صح. أيوة، لكن هو وقف عليها أو توقف عليها بالنسبة لمشربهم. قلوا واشربوا من رزق الله، لما نقفوا عليها فيها كم وجه يا أستاذ رضا؟ رزق الله. لا، قلوا واشربوا من رزق الله في ثلاثة الإسكان. ثلاثة على الإسكان، ثلاثة بالسكون المحض. نعم هكذا يعني نعبر عنها، نقول ثلاثة على السكون المحض، بالسكون المحض وبالروم مع القصر. الروم بالقصر، الروم مع القصر. طيب الهاء هذه فها روم رزق الله ولا ما فيهاش؟ هذه فيها لأن ليس الضمير. ليس الضمير. هذه من بنية الكلمة، ما هيش منفصلة بحيث حتى نعبر على أنها ها ضمير. لا أيوة، ولذلك فيها الروم وكانت مرفوعة فها الإشمام والروم. أيوة، لأن الها ما هيش منفصلة عن لفظ الجلالة، أصلية. أيوة، ما ينطبقش عليها وليست شنو قال غالي ولم يره في الفتح والنصب قارئا وعند إمام النحو الكل. إيه شن قال غادي؟ ما زال دليل شن بيقول؟ ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو الكل يعمل. إيه وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون لدخل وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. أيوة نعم. أي كل أناس مشربهم، شن حكمها؟ إدغام. إدغام إيش؟ إدغام شفوي. ها؟ إدغام متماثلين صغير. إدغام متماثلين؟ نعم. كيف متماثلين؟ ناس مشربهم. أنا هذا بس سألت فيه. هذا بس سألت فيه. من اللي قال إدغام ناقص؟ إدغام ناقص بغنة. نعم إدغام بغنة. نعم ناقص. ناقص وبنصحش كامله. خلاف. أيوة قلنا الكلام هذا هنا. يعني من يرى أن النون قد دخلت في الميم دخولا كاملا وبدليل أن الغنة هذه هي غنة الميم وليست غنة النون، باش نقولوا ذهب الحرف وبقيت صفته. إذا كان قلنا إدغام بغنة ناقص معناها أن ذهاب الحرف اللي هو النون وبقى الصفة، لكن إذا كان قلنا كامل إدغام بغنة كامل ما هوش ناقص، لأن الغنة هذه اللي موجودة ليست غنة النون وإنما هي غنة المي. الغنة هذه ناتجة لما دخلت النون في الميم نتجت عنها هذه الغنة، فكأن النون ذهبت هي وصفتها، فأصبح ذهاب الحرف والصفة معا، لأن هذه الغنة هي غنة الميم لما دخلت فيها النون تشددت فأصبحت فيها غنة. وإذا كان قلنا ناقص قلوا إدغام بغنة ناقص لذهاب الحرف اللي هو النون وهذه الغنة هي صفتها قد بقيت، يبقى هذا إدغام ناقص. غنة النون. هذه غنة النون وليست غنة الميم. نعم. ما فيش أرجع شيخ فعل مثلا؟ لا والله فيه اللي مرجح الإدغام الكامل يعني. فيه اللي مرجح الإدغام الكامل. لكن لا يترتب عليه شيء يعني في لا هو الترتب ما يترتب عليه شيء. الأشهر بيننا في الكتاتيب إدغام ناقص شيخنا. أيوه هو هذا اللي طبعا ماشيين على كتاب البرهان في تجويد القرآن. أيوة على أساس أنه إدغام نقص. نعم نعم تفضل. وإذ استسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تمام، أجبت وخلاد على ترك السكت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في هذه الحالة يمشي معاه كسائي وخلف والعاشر. خلف العاشر إذا ترك السكت يمشي معاه خلف وكسائي. نعم أيوة. نعم. يعني لما قري حمزة بالسكت يمشي خلف وخلاد معا. نعم. في وجه السكت. لما تركنا السكت خلاد هذا خلاد على الوجه الثاني ويذهب معه يذهب معه الكسائي وخلف العاشر. بارك الله فيك. نعم الآية بعدها. وإذ قلتم يا موسى. نعم. من اللي سأل؟ نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم رتبها. قلتم صلة الميم توقف توقف فيها توقف فيها ابن كثير. أيوة. وأبو جعفر. وأبو جعفر. نعم. يا موسى ورش. نعم شنو يا موسى؟ موسى التقليل لورش وأبو اللي عمرو اللي توقف. نحن نريد الذين توقفوا. أها. أبو عمرو. أبو عمرو حمزة والكسائي. حمزة والكسائي وخلف العاشر. الوجه الثاني لورش. بر على طعام واحد فادع لنا ربك خلاص خلاص ايه ترخيخ لا لا ورش خلاص توقف ورش هو فاش توقفه توقف ورش هو ما توقفش ابقى هو توقف الان في ترقيق الراء. ايوه نقولوا هنا توقف ورش. لا ما نحسبش وجه التقليل يا شيخ ورش في موسى. احنا الان لما نرتبوا مش نحسبوه ولا شك ان نحسبوه لكن ما نقولوش توقف فيه نقولوا لازال ماشي يعني ما توقفش. ايوه هو ماشي مع قالون لانه مازال ما توقفش ماشي مع قالون لنوصل كلمه مصبره قالون يقرفها بالتفخيم وهو يقرفها بالترقيق يبقى توقف هناك ماشي ما قالون ويعقوب تولى حد الآن لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم توهنيه توقف يعقوب يعقوب ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى الذي ذهب إلى آخر الآية وقالون لوحده لوحده. نعم نبيين نعم النبيين مش
النبيين مش كلهم يقرأوا نبيين خلاص هم متوقفين باي هو منه اللي قال راجيني هي ما فيهاش منفصل ما فيهاش منفصل إذن لما جينا في كلمة النبيين توقف فيها ابن عامر لأنه زال ما وقفش إلا في كلمة النبيين وكذلك الإمام عاصم والكسائي حمزة لا كسائي واقف في موسى نعم يعني إحنا عندنا توا ترتيبها كالآتي عندنا أولا صيلة ميم الجمع ثانيا جماعة الإمالة ثالثا ورش رابعا يعقوب خامسا اللي هو ابن عامر وعاصم في الأول قالون ذهب لوحده فيش حد مشي معه والآن معطف عليه أقرب واحد لرأس الآية اللي هو ابن عامر الشامي نعم نقرأ من الأخير ولا من الآية من بداية آية لا أبدأ من آخر الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا الإمام ابن عامر ومعه الإمام عاصم الآن نجي للمرتبة الثالثة المرتبة الأولى قلنا قالون والمرتبة الثانية اللي هو ابن عامر وعاصم تواناتي يعقوب نعم ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عصوا وكانوا شنو حكمها هذه خلوه بروحه إدغام متماثلين ايه خيره صغير ايوه غام متماثلين صغير ليش صغير؟ لأن الأول ساكن والثاني متحرك لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك طيب وفي الاختفاء الشيخ يغن فيها لا فيهاش غنة الواو الواو سبحان الله يساوي الواو والواو ما فيهم غنة فيهم إدغام صحيح إدغام كامل لكن ما نقولش شيء غنة نعم لأن الغنة خاصة بالنون والميم نعم هو يجب ورش بفتح أي الورش على وجه الفتح نعم الشيخ صار يعقوب عليهم بضم الهاء هذا ليش حطينا مثل حمزة أيوة يقرأ بضم الهاء وهذه بعدها يعني أي ساكن فيقرأ فاها بضم الهاء وضم الميم برضو مخالف أصلا نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم طيب مصرا ما يرققها شو؟ لا ليش؟ قبلها حرف استعلاء لأن اللي فاصل بين الكسرة حرف حصيل اللي فاصل ما بين الكسرة وما بين الراء حرف استعلاء وهو حصين ولذلك لا ترقق أرى مصر ولم يرى فصلا ساكنا نعم نعم نعم
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. باهي، هذا وجه القصر على الفتح، الطول طبعا نجيب الطول على الفتح، ماناش مختصرين نجيب هاي. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب، هذا الوجه الثاني لورش، وجه الثاني لورش اللي هو فتح ذات الياء ومد البدل، يعني مد مدا مشبعا طول. ها تو نجيبه التقليل يا موسى، تقليل. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا التقليل وعليه التوسط. الطول عيد. لو قلت لك نبي بيئين، علاقة الحرفين اللي هي الباء والياء شنو علاقتهم ببعض؟ احنا مش قلنا كل ما يلتقي حرفان لابد تربطهم علاقة ولا لا؟ أيوة. هو احنا عندنا باء ويا نبي اي همزه مش ياء. نعم، نبي اي نبي قبل الهمزه. اه الماديه. نعم الماديه. ايوه شنو علاقه الباء بالياء؟ متباعدان في مخرجهم مختلف، يعني متباعدان. متباعدين ايش؟ كبير. اه كبير. صغير مطلق. أيوة، هي هذه اللي ندور فيها، يعني متباعدين مطلق. مطلق الواه لأن الأول متحرك ساكن والثاني ساكن. طيب، وعلاقة الياء بالهمزة؟ نفس الشيء لك، متباعدين صغير. ها متباعدين صغير لأن الياء ساكنة والهمزة متحركة هكذا. أيوة، هذه ما تنسوهاش، دي ما تبدأ كل ما يلتقي حرفان انظر لحركة الحرفين ثم احكم بينهما شنو علاقتهم ببعض. تو قلنا الباء والياء قلنا متباعدين، ليش قلنا متباعدين؟ لأن متحرك. لأن الباء من المخرج منين؟ من الشفتين.
والياء لسان والياء أن هذه ياء ساكنة تخرج من الجوف. نعم. إذن علاقتهم بعيدة على بعضها. نعم. ها؟ نعم. هذا باش احنا قلنا متباعدين. بعدين الياء والهمزة. الياء والهمزة برضو متباعدين. ليش متباعدين؟ لأن الياء قلنا منين؟ من الجوف. والهمزة من الحلق. من الحلق. نعم. أيوة. فيه بعد ما بيناتهم لكن مش كثير مش زي الياء مش زي الباء والياء. لأن الياء والباء بعاد على بعضهم واجد. لكن بالنسبة للهمزة الياء والهمزة يعني قريبين لبعضهم. يعني مش فيه بعد بناتهم لأن الجوف اللي هو أدنى الحلق يعني الجوف اللي هو أدنى الصدر يعني والهمزة من أقصى الحلق. أيوة نعم. أو بنجيبه الطول طول البدل مع التقليل. نعم. وباء بغضب. لحظة شوية. احنا قلنا يعني أول مرة جبنا التقليل وجبنا عليه التوسط مش كيف؟ نعم. وتو بنجيبه التقليل وعليه الطول. معظم الأربع وجه. نعم. لأن ذات الياء تقدمت. قدمت. ذات الياء هي الأولى. نعم. أيوة. نعم. وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هو انتهى ورش بأوجهه الأربعة. يليه من؟ أبو عمرو. أبو عمرو. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تمام. هذا أبو عمرو وذهب لوحده. ثم نأتي بحمزة الإمام حمزة. نعم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. شان حكمها تسهيل. تسهيل بين بين. تسهيل بين بين. وين دليلها؟ وفي غير هذا بين بين. وفي غير هذا بين بين. ليش جت بين بين؟ لأن الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة. نعم نعم. هذه من السبعة يعني. نعم. أيوة. نعم.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تمام. هذا خلف. خلف. نعطف عليه. خلال. يلا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. لا لا لا. مش قلنا احنا لما يجي خلف بروحه وخلاد بروحه لما خلاد يمشي بروحه المقدم عنده ترك السكت وليس السكت. نعم. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا خلاد على ترك السكت. لكن مجال الإضرار أنت ها؟ لا لا شنو الإضرار؟ لا لا ترك الإضرار نعم نعم. لا السؤال قلت الادغام في طعام واحد ما عندهاش خلاف في فرق بين خلف وخلاد طبعا. لا لا ما فيش خلاف ما فيش فرق لا في فرق في فرق كي في فرق خلاد عنده ادغام بغنه بغنه فهمت وخلف عنده ادغام بدون غنه ان الامام خلف عنده حروف الادغام بغير غنه اربعه اربعه اللام والراء والواو والياء عكس ايوه ف يعني بإدغام بغير غنة لكن خلاد إدغام بغنة نعم يعقوب خالف في الخاء والغين لا لا مش يعقوب خلف أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر عنده فيها إخفاء ذلك وليس الخاء والغين يعني عنده فيها الخلاف عنده فيها الإخفاء يعني ده الإخفاء قولا واحدا أي يعني حروف الإخفاء عند أبي جعفر عنده 17 حرفا أو كل القراء عندهم حروف الإخفاء 15 حرف إلا أبو جعفر نضاف له أيوة إلا أبو جعفر عنده حروف الإخفاء 17 حرف قيل دكتور الخاسئين إيه هذيك عنده فيها الإخفاء نعم هو من تعطف خلاد بالسكت خلاد بالسكت وين وقف الكسائي وخلف العاشر وين واقفين؟ دول ربك الطويل على الطويل وقفين. وين؟ قثائها وباء وقثائها لا مش غادي قثائها وفومها نعم بعد الأرض وهذه بعد الأرض ولا قبل الأرض؟ بعد الأرض إذا ما لنجيبوا الكسائي وخلف العاشر قبله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها أيوة هذا هنا هو المتوقف في الكسائي وخلف العاشر
اذا يجو يجو قبل سكت خلات. نعم. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والآن خلاد سكت. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب بآيات شنو عنده فهم لما يقف عليها بالإبدال؟ ها بآيات بالإبدال هاي يعني إبدال بس والتحقيق تحقيق والإبدال تحقيق والإبدال نقول التحقيق والإبدال ولا نقول الإبدال والتحقيق؟ التحقيق والإبدال والتحقيق والإبدال لأن التحقيق مقدم دخلنا عليه فيه وجاني أعملا. طيب ودليل الإبدال منين يا رضا؟ شيخ رضا نعم وين دليل الإبدال؟ في البداية وحرك اسكت يا شيخ إبراهيم. لا كلمت حمزة فأبدلوا عنه حرف مد مسكة أنا أقول دهده وحرك به ما قبلهم ما هي الساكنة هي؟ لا وما أنا عارفك ما لما كنت مبكر أنت تزربز معناها عارفة إحنا نبو واحد مش عارفة يجيبه وما واو نصي ها؟ لا كيف؟ وما قبله أي ولا أفو محرك طرفا راحت يا محمد محمد عمران لا 17 الواه انت 13 مش حافظ باب وقف حمزه وهشام؟ ايه مالا كيف؟ هذا عاودناه مش مره مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه. ويسمع الشيخ بالكاسي والضم همسه. ما هي تو هذا وانت قلتها انا عارفك بكري انت تحاول لانك عارفها. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محوله. كأنه قال لك إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة أو مضمومة وبعدها واو يعني أو مضمومة وقبلها يعني مفتوحة وقبلها ضمة أو فتحة، فإذا كانت مفتوحة وقبلها كسرة تبدل ياء، وإذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة تبدل واو. ويسمع الإمام حمزة ويسمع بعد الكسر
والضم والضم همزه أيوة لدى همزه لدى فتحه لدى فتحه يعني إذا كانت قال فيه كسرة قبل الهمزة نعم. وفيه ضمة قبل الهمزة وكانت الهمزة مفتوحة يسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه شنو هي لدى فتحه الهمز الهمزة مفتوحة لدى فتحه ياء شنو تناسب الياء هي الكسرة ويسمع بعد الكسر ولذلك جاب الياء هي الأولى ويسمع بعد الكسر والضم يعني اللي يناسب الثاني اللي يناسب الفتحة الضمة إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة تبدأ الياء إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة تبدأ الواو وفي غير هذا كان مفروض يقول وفي غير هذين لكن هو قال وفي غير هذا الحكم في غير هذا الحكم بين إذا كان ما هيش الهمزة مفتوحة وقبلها كسرة وإلا قبلها ضمة في غير هذا بين سألتم بالضبط زي سألتم أيوة به يخرج لنا لو قلت لك يخرج لنا شنو علاقة الحرفين أضم بعض تباعد مدري يخرج يخرج جيم واللام أيوة أقارب تقاربين صغير. صغير لأن الحرف الأول ساكن متحرك. والثاني متحرك ليش قلنا متقاربين لأنهم كلهم من عضو واحد الجيم من عضو واحد اللي هي وسط اللسان واللام من عضو واحد اللي هي نفسها من اللسان ولكنها من حافة اللسان اليمنى أي. لا مش طرف حافتي اللسان اليمنى أي حافة اللسان عندنا حافة اللسان اليسرى خاصة بالضاد مع الأضراس العليا وحافة اللسان اليمنى اللي هي خاصة باللام لكن إخراج الضاد من الجهة اليمنى صعب صعب وفي مجيء تاج بس فيه فيه هذه قالوا بتخص بها سيدنا عمر رضي الله عنه نعم الشيخ نعم سيدي لما قرينا في الإمالة لحمزة والكسائي والكسائي ولما قرينا لخلاد وخلف نعم ليش خدينا جزء من خلاد في السكت في الأرض والجزء الثاني بدينا بالكسائي وبعدين رجعنا له فقلت لقثائي الفرق لكن ليش خديناش في الأول ما هو خلاد متأخر خلاد لما بعد ما يعني خلصنا خلف وجينا لخلاد ورفعنا له ترك السكت من الإمالة لعند ترك السكت ترك السكت متفق. لعند قثائها مشوا معاه فهمتني كيف؟ أيوة مشوا معاه الكسائي وخلف العاشر ماشيين مع خلاد على ترك السكت هم وهو يقرب ترك السكت وهم يقرب بترك السكت وهو يقرب الإمالة وهم يقرب بالإمالة لنوصلوا كلمة قثائها قالوا لا أنت تمشي أنت تمد فيها ست حركات أنت تقرأ فيها بالمد وإحنا نقرأ فيها بالتوسط ما نتفقوش فهمت دواء الله يبارك فيك شيخنا هي الوقف تسهيل مع القصر مد والقصر قثائها بالنسبة لحمزة ندير عليك شنو يعني شنو اللي تجزم به أنت تسهيل الهمزة أيه مع المد والقصر ودليلها سوى أنه من بعد ما سوى أنه من بعد ما ألف جراء يسهله مهما توسط مدخل أيوة سهله باء قثائها كلها سوى الشيخ والصابئين صابئين قال نوصلها قبل ما وصلناش ما بنقول لك أنا النبيين أنت قلت الصابئين وأنا نقول لك النبيين شن عنده بقى حمزة لا 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 جت عليك ها جت عليك استاذ محمد ها هو يقرأ باليدان من الاصل شنو بيسهل ايوه نافع ها ايوه
الشيخ ولا اوقعك في الفخ. النقاش يثبت المعلومة، تسهيلات لما فيه نقاش يثبت المعلومة. نعم. حتى كان كنت غافل عنها تتذكر لها. نعم. أي تفضل جيب الصلة توهي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا قالون؟ نعم. ولم يندرج معه أحد. ها؟ ولم يندرج معه أحد. أي نعم نعم. جيب يلا كمل اسمه، كمل ابن كثير. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بارك الله فيك. هذا ابن كثير ومعه أبو جعفر. أبو جعفر شكرا. هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم جيش كلمة عند فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك ما شاء الله قراءة جميلة جدا. الله يحفظك. طيب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى عندنا التقليل والإمالة ولا أي عندنا توقف فيها جماعة التقليل والإمالة. اللي هو ورش بس من جماعة التقليل ما فيش إلا ورش والأخرين كلهم إمالة اللي هم البصري أبو عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر. هؤلاء جميعا عندهم الإمالة إلا ورش له التقليل. قلنا ورش واحد بس هو اللي عنده التقليل. بعدين عندنا كلمة الصابين ما فيش من يقرأ فيها بحذف الهمزة إلا نافع وأبو جعفر. نافع وأبو جعفر. يبقى الصابئين توقف فيها الإمام نافع وأبو جعفر ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر والإمام عاصم، يعني الجماعة اللي ما عندهمش الإمالة، وكذلك الإمام يعقوب، يعني الجماعة اللي ما عندهمش الإمالة في النصارى أيوة اللي هم قلنا ابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب، هذوما توقفوا في صابئين. إذن قالون ذهب من معاه؟ ذهب لوحده بروحه شيء تو نعطفوا له الصلة. توكل الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام.
يمشي معاه ها أه؟ ابو جعفر اي قام عنده شيء كثير وقف في الصابين هنا نعم لا ابن كثير واقف واقف في الصابين أه قالون تو مشي معاه ابو جعفر ابو جعفر تو عندنا الامام قالون عند توسط الصله فلهم اجرهم ناتوا بتوسط الصله بالتوسط على الصله نعم إن بدي حتى مغرب فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام تو قالون خلص يبقى تو نجو لابن كثير إن الذين آمنوا اللي هو الصابين ولا الصابين نعم نعم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام هذا ابن كثير مش بروح شيء بروحه تو نعطفوا أبا عمر أه لا مش أبا عمر نعطف ابن عامر فلهم أجرهم من هناك نعطف من هنا يعني ماشي مع ابن كثير نوصل للصلة ما عنده الصلة هو ما عنده الصلة جيبوا له فلهم أجرهم نعم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا ابن عامر يمشي مع الإمام عاصم لأنه يقرأ زي مثله بالضبط يقرأ مثله بالضبط عندنا تو الإمام يعقوب واقف وين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقرأها فتحة يقرأها من نصب بل يقولوا بالفتح لأن على أساس أنها اسم لا مبنية أي مبنية أيوة اسم لا مبنية أي نعم فلا خوف عليهم أيوة فلهم أجرهم بدي من هنا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا عليهم عليهم ولا فلا خوف عليهم فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام هو نرجع عاد لجماعة تقليل اللي أولهم مرش إن الذين آمنوا سنقرب الآن بقصر البدل أي ماشي بقصر البدل ما زلنا بقصر البدل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى تقليل صار أيوة ما عندهاش فهل التقليل هذا ما عندهاش فهل التقليل ديما ذوات الراء ورش ما عندهاش فهل إلا التقليل ذوات الراء دائما ما عندهاش فهل إلا التقليل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من أيوة الصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام هذا ورش على الوجه الأول في هذا القدر الكفاية والله موفق للهداية الحمد لله رب العالمين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.